متابعينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو القضية. وضيفي لهذه الحلقة الصحفي المتخصص بالشؤون القضائية الأستاذ يوسف دياب. أستاذ يوسف، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ ربيع. أستاذ يوسف، يعني منذ 23 كانون الأول 2021 لليوم لم يحقق القاضي طارق البيطار أي خطوة في ملف تفجير المرفأ، طبعا بسبب دعاوى الرد والنقل والمخاصمة وإلى ما هنالك. إلى متى سيبقى التحقيق معطل؟ طبعا يعني هذا الأمر مستمر إلى أن تفرج السلطة السياسية اليوم عن التحقيقات بملفأ بيروت. بتعرف اليوم أنه التحقيق موقف على مسألتين. المسألة الأولى مثل ما فضلت قلت دعوى الرد المقدمة ضد القاضي طارق بيطار ودعوى مخاصمة الدولة المقدمة ضد القضاة اللي عم ينظروا بدعوى رد القاضي بيطار، وبالتالي هذه ناحية تعطيلية مستمرة منذ 23 كانون الأول. في مسألة تانية هو موضوع تعطيل مرسوم التشكيلات القضائية الخاصة برؤساء محاكم التمييز واللي مجمدها وزير المال يوسف خليل بسبب أو بقرار سياسي. نعم. وهو قال بشكل علني أو كما نقل عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه الرئيس نبيه بري طلب منه عدم توقيع هذا المرسوم، لأنه إذا وقع المرسوم وعين رؤساء محاكم التمييز يعني الهيئة العامة لمحكمة التمييز تصبح مكتملة العضوية والصلاحية وبتصير النصاب مؤمن، وبالتالي تنظر بدعاوى المخاصمة المقدمة ضد عدد من القضاة، وهذا بيعيد التحقيق إلى دورته الطبيعية. لذلك نعم، تحقيق المرفأ معطل بقرار سياسي. طب يعني اليوم برأيك ما هي السبل القانونية لتخطي العراقيل والعقبات التي توضع أمام المحقق العدلي لاستكمال تحقيقاته والخروج بالقرار الظني اللي عم ينتظره الجميع؟ في أكثر من يعني طريق ممكن سلوكه بهذا الموضوع. الطريق الأول أن تحصل يعني بعض التعديلات القانونية بمواد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المدنية بمعنى أنه المادة اللي بتنص على أنه فور تبليغ قاضي التحقيق دعوى الرد المقدمة ضده يرفع يده عن الملف كليا وتجمد التحقيقات. نعم. عند تعديل هذه المادة أنه إذا عدلت على أساس أنه قاضي التحقيق إذا بلغ دعوى الرد لا تتوقف التحقيقات إلى أن تبت محكمة الأساس برد القاضي أو بعدم رده، أو إذا طلبت المحكمة من القاضي وقف التحقيق شخصيا. أما أن يبلغ بشكل أساسي هيك وفوري ويكف يده عن التحقيق طالما لم تعدل هذه المادة سيبقى التحقيق معطل. في المسألة الثانية أن يبادر مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة بهذا الموضوع تدفع باتجاه يعني استئناف الهيئة العامة لمحكمة التمييز عملها، إيجاد يعني مخارج قانونية لتعطيل مرسوم التشكيلات القضائية، وبالتالي يصبح بإمكان الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تبت بدعاوى المخاصمة المقدمة أمامها واللي عم تعطل تحقيقات القاضي بيطار. طالما هودي القضيتين غير قابلين اليوم للبحث بخلاف ما هو عليه الآن سيبقى التحقيق معطل. أنا بعتقد اليوم باستطاعة مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بخطوة من هذا الموضوع تحرك المياه الراكدة في ملف انفجار المرفأ. طب مين برأيك عم بعرقل هذه الخطوات أو القيام بهذه الخطوات؟ كل الأطراف السياسية والشخصيات السياسية المتضررة من تحقيقات المرفأ. واضح اليوم أنه في عدد كبير من السياسيين مدعى عليهم، في الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر واللي هن تابعين لحركة أمل، في الوزير يوسف فنيانوس اللي تابع لتيار المردة، في الوزير نهاد المشنوق مدعى عليه، في رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وفي رؤساء أجهزة أمنية أيضا مدعى عليهم ولم يمثلوا أمام التحقيق. وبالتالي هذه كل العناصر أو كل الجهات تتقاطع مصالحها عند موضوع تعطيل التحقيقات بملف المرفأ، لأنه كل ما طال أمد التعطيل كل ما هني بقوا بمنأى عن الملاحقة. بتصور لازم هذا الموضوع ينوضع له حد عاجلا وليس أجلا. طب يعني مؤخرا انتخب مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، برأيك هذا المجلس هل هو تحدي كان لأهالي تفجير مرفأ بيروت أم بشكل حل لا يمكن تغيير المسار يلي عم يتبعه المحقق العدلي بهذه القضية؟ هذا المجلس أستاذ ربيع هو لزوم ما لا يلزم. أول شيء القانون يعني النظام المجلس النيابي ينص على أنه كل ما انتخب مجلس نيابي جديد بأول شهرين أو ثلاثة أشهر عليه أن يسارع إلى تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،
وعمل هذا الشيء يعني حسنا فعل ذلك. نعم. لكن من 94 عندما شكل هذا المجلس أو من 95 لم يقم بأي تحقيق من هذا النوع، رغم أنه في كثير من الملفات التي أحيلت أمامه وبتتعلق بوزراء سبق وجرى توقيف أمام القضاء العدلي وبدأت محاكمة أمام محاكم الجنايات، وعندما ارتأت المحكمة الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن صلاحية الملاحقة لهؤلاء الوزراء تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أحيلوا هؤلاء الوزراء مع كل الملفات القضائية والاتهامات والأدلة والمستندات اللي بتثبت ارتكابهم للجرائم اللي ارتكبوه، هي السرقة واختلاس وهدر مال عام وغيرها من الأمور، ولم يحرك المجلس النيابي أي ساكن، حتى لم يعني يشكل لجنة تحقيق برلمانية قضائية في أي من الدعاوي التي أحيلت له. وبالتالي أنا بتصور هذا المجلس هو أو المجلس هو مقبرة الملفات التي تتعلق بسياسيين محددين. نعم. القوى السياسية التي تعطل التحقيق أو التي تغطي المشتبه بهم في ملف مرفأ بيروت لن تسمح لنفسها بأنه تشكل لائحة اتهام وتوجه لهم اتهام بالمجلس النيابي، لأنه بتعرف الإدانة لهؤلاء الأشخاص هي إدانة لألهم ولمسيرتهم السياسية. طب مؤخرا يعني اجتمع نائب رئيس مجلس النواب يعني النائب أبو صعب بلجنة الأهالي أو ممثلين عن لجنة الأهالي أيضا، وحسب يعني البعض منهم أنه انحكى بأنه يعني عن لسان الرئيس نبيه بري أنه الوزراء والنواب يلي متهمين بحقق معهم يعني هذه اللجنة. يعني برأيك هل هذا الباب رح يفتح لتعطيل جديد بهذا الملف؟ يعني إذا كان الأمر مقبول عند القاضي طارق بيطار بأن يفصل اليوم ما بين ملاحقة الأشخاص العاديين المدعى عليهم وبين ملاحقة السياسيين والقضاء والقضاة، يمكن عند أنه نقول نحن لقينا مخرج، بمعنى أنه بيصير النواب والوزراء يحالون إلى المجلس النيابي ويستكمل التحقيق بمن توفر لديه من مدنيين مدعى عليهم. بذهن القاضي بيطار وبسلوكه حتى الآن وبمعلوماتي أنه هو لن يفصل القضية عن بعضها. القضاة والرؤساء الأجهزة الأمنية والقاضي العسكريين والسياسيين كلهم يضعهم بسلة واحدة ويعتبر حاله هو صاحب الاختصاص بملاحقتهم واتهامهم، وبالتالي هو لن يفصل بين هذا التحقيق وذاك. إذا كان القاضي بيطار استأنف تحقيقاته ولم يمثل أمامه السياسيون المدعى عليهم بهذه القضية، يمكن أن يعني يذهب باتجاه اتخاذ قرارات أخرى مثل مذكرات توقيف غيابية، مثل مذكرات أحضار، مثل منع من السفر. هلأ سواء نفذت هذه أو لم تنفذ مثل ما هو الحال مع علي حسن خليل ويوسف فنيانوس اللي صادر بحق مذكرات توقيف، بيكون القاضي عمل اللي عليه، وعندما يحين وقت صدور القرار الاتهامي سيضمن هذا القرار الاتهامي أو القرار الظني ما لديه من أدلة ومعلومات عن دور هؤلاء بما حصل بمرفأ بيروت وعدم المبالاة بالخطر اللي كان موجود بمرفأ بيروت، وأن يتهمون ويحيلون إلى المجلس العدلي، والمجلس العدلي عنده يفصل بما إذا كان المسار اللي اتبعه القاضي بيطار هو صحيح أو غير صحيح. لكن أنا باعتقادي هني ما رح يخلوا القاضي بيطار يوصل لهذا الموضوع، ولن يسمحوا له حتى بالإشارة إلى دور بمخص التحقيقات. هني بيعتبروا اليوم أنه مجرد أن يكشف القاضي بيطار ما لديه من أدلة ومعطيات تتعلق بهذه القضية وبدور السياسيين المدعى عليهم، هذا يشكل إدانة للقوى السياسية التي تحمي هؤلاء، وبالتالي أنا بتصور ما حيخلوا القاضي بيطار يوصل لهذا النقطة. المخطط الموضوع حتى الآن إما أن يعزف البيطار نهائيا عن الاشتباه بهؤلاء ويذهب باتجاه مثل ما بيقولوا الأشخاص المعترين المقلن ظهر، وإما أن يطير التحقيق برمته. ونحن بنعرف أنه قبل فترة في مسؤول أمني بحزب الله نزل إلى العدلية ووجه تهديد مباشر للقاضي بيطار وقال له نحن أنت إذا ما راح تغير سلوكك بنعرف كيف بنقبعك، ونحن ماشيين معك بالقانون للآخر، وإذا ما اقتنعت بالقانون بنعرف كيف بنطيرك، وهذا في تهديد أمني. حتى الآن ما في حدا بأجهزة الدولة الأمنية والقضائية والعسكرية حركت ساكن أو فتحت محضر تحقيق بهذا الملف. لذلك أنا بعتقد أنه لن يسمح للقاضي بيطار
أن يستكمل التحقيق بالواقع القائم حاليا وبالتوازنات التي تفرض حالة على كل شيء. في طب برأيك شو حيعمل القاضي طارق البيطار بهذا الملف، خصوصا أنه سمعنا هو عازم على متابعة هذا الملف لو شو ما كلفه؟ بالتأكيد يعني هو بيعتبر حاله وضع أمام تحدي وهو قبل التحدي، وبيعتبر أنه التخلي عن هذه المهمة هو هروب من المسؤولية، وهو خيانة للأمانة اللي تسلمها وخيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا بانفجار مرفأ بيروت، وبالتالي القاضي أو المسؤول لا يتهرب من المسؤولية، هيك هو بيفكر. ولكن هل اليوم يسمح له بأن يستكمل هذا الموضوع؟ هو بيقول لك أنا مكفى. نعم. إلى أن ما بعرف شو بيصير، ما حدا بيعرف شو بيصير، بتغير الوضع بالبلد، بيحصل شيء خطير بينسف كل الشيء اللي عم نحكي فيه، ما حدا بيعرف شو بيصير. ولكن إذا لم يحصل أي شيء بخلاف ذلك هو مكفى بتحياته، حتى لو بقي الملف مجمد هلأ لسنة أو سنتين إضافيتين. بتصور اللي عم يدفع تمن بهذا الموضوع واللي أنا بتفهمون هني الموقوفين بملف المرفأ، لأنه في منهم عن جد أنه صار لازم يخلى سبيلهم. وبتصور القاضي بيطار لو كان اليوم عم يجري تحقيقات أو يستأنف عمله، بتصور كان أخلى سبيل عدد كبير منهم. طب أستاذ يوسف، يعني اليوم القاضي المحقق العدلي وجه العديد من الاستنابات للعديد من الدول، وهذا كان أمر لافت، ولكن حتى اليوم ما كان في أجوبة كافية حول هذا الملف. هل بتعتقد اليوم أن المجتمع الدولي متواطئ بهذا التفجير أو بهذه الجريمة؟ لك في شيء بقول لك نعم وفي شيء بقول لك لا. نعم، يعني الدول اللي وصلت لها الاستنابات القضائية بعدها أجاب القاضي بيطار على استنباته وكانت الأجوبة ناقصة، وبعضها لم يعني يقدم أجوبته. نعم. اللي قدموا الأجوبة واللي هي بأغلبيتها واللي بتهم المحقق العدلي بهذا الموضوع هو صور الأقمار الاصطناعية اللي يمكن أن تكون رصدت المرفأ خلال وقت الانفجار أو خلال لحظة الانفجار. اللي بده يريده من هذا الموضوع القاضي هل أن يرصد هل بالفعل المرفأ استهدف بصاروخ من الخارج أم بعمل أمني من الداخل، وهذه الصور ممكن تكشف هذا الموضوع، أو بخلل فني أو خطأ من عملية التلحيم اللي عم ينحكى عنها. نعم. بتصور الصور الأقمار الاصطناعية تحسم إلى حد كبير الأجوبة عن هذه التساؤلات. نعم. أنا برأيي تردد بعض الدول بتسليم صور الأقمار الاصطناعية ربما خشيتها من مسألة أساسية، وربما تكون لديها معلومات، ربما معمول أنا استنتاج وليس لدي يعني معطيات أو معلومات، أنه نعم المرفأ استهدف بصاروخ إسرائيلي، وإذا كان بالفعل هذا المعطى صحيح وموجود يعني أنه هذه الجريمة ستترتب عليها تداعيات ونتائج كتير خطيرة وكتير كبيرة. أولاً سترتب على لبنان رد على إسرائيل عسكري وأمني يوازي حجم الجريمة اللي حصل، وهذا يعني مسألة ما بتمرق بسهولة. المسألة الثانية هذا يحمل المجتمع الدولي ويحمل إسرائيل نتيجة هيدي العمل، ويعني اليوم إذا بنرجع لفترة أو للحظة الانفجار استاذ ربيع نتنياهو طلع بعد 5 دقائق وقال حزب الله يتحمل مسؤولية ما حصل في مرفأ بيروت، بمعنى أنه كأنه عم يقول أنه نحن عملنا عمل أمني نتيجة شيء كان عم يعمله حزب الله مثل بالمرفأ. ما كان هدد قصة المطار وهدد المرفأ والمطار يوم صحيح. قال أنه المرفأ والمطار هي صواريخ نعم فيها صواريخ لحزب الله. ربما تكون معلومات الإسرائيلي غلط إنه كان ما في صواريخ بس هو قصف بالمرفأ وحصل ما حصل. ربما تكون عنده معلومات استخباراتية خاطئة يمكن من خلالها قصف العنبر رقم 12 وأدى إلى الانفجار، عم نحكي استنتاج نحن. مشان هيك اليوم الإسرائيلي متردد والمجتمع الدولي يتريس بإعطاء صور الأقمار الصناعية. هل هيدا المعطى قوي وثابت وحقيقي لحتى ما أعطونا هذه المعلومات؟ الكل عم يقول أنه ما في أقمار صناعية كان وقتها فوق بيروت أو فوق مرفأ بيروت، وأنا بتصور هيدي الحجة غير ثابتة لأنه شاطئ اللبناني كله
تحت الرقابة الدولية بشكل أساسي. ليه؟ لأنه يعني الشاطئ اللبناني يخضع للقرار 1701، وكل كل ما يدور على هذه الشاطئ يخضع للمراقبة. هاي مسألة. مسألة تانية، لبنان ملاصق، الشاطئ اللبناني ملاصق للشاطئ السوري، وبنحنا قانون قيصر بنعرف قديش العقوبات صارمة وتحت الرقابة، وبالتالي كل شيء مراقب. فمن السذاجي أنه نحن نصدق أنه هذا المرفأ ما في فوقه قمر صناعي كان عم يراقب بهذا الوقت. مشان هيك أنا اليوم بقول أنه هيدا الامتناع عن التعاون مع التحقيق اللبناني بهذا الموضوع يثير الكثير من الريبة والشكوك، خصوصا أنه في دول معنية بهذا الموضوع، فرنسا، نعم، بريطانيا، الدنمارك، سقط لهم مواطنين، نعم، وبالتالي هن معنيين بالوصول إلى الحقيقة. التردد والتلكؤ بهذا الموضوع بيعزز الشكوك أنه في شيء غير طبيعي وما بدهن يكشف. برأيك هل لبنان اليوم عم يدفع ثمن الحماية الدولية لإسرائيل؟ ما في شك تاريخيا إسرائيل لديها حماية دولية، وتاريخيا إسرائيل هي بعين الاهتمام الدولي، وبالتالي اليوم أي نتيجة عن ما حصل بمرفأ بيروت بيحمل إسرائيل ولو مسؤولية إنسانية وسياسية. بتصور المجتمع الدولي بيرفض هذا الموضوع. كيف إذا كانت هيدي الحادثة بتوصلك لحرب؟ حادثة من هذا النوع إذا ثبت بالفعل تستدعي إشعال حرب، لأنه لازم لبنان يرد على هذا الموضوع، لازم يكون في تحرك عربي حول هذا الموضوع، وبالتالي بيكون في يعني خيانة لدماء الشهداء وخيانة لبيروت اللي تدمرت بهذا الانفجار. طب أستاذ يوسف، يعني اليوم ما بتلاقي في نوع من إذا بدك الأسئلة يلي عم تطرح، خصوصا أنه ما في جهة لبنانية اتهمت إسرائيل؟ يعني نحن اليوم وقت ما اختيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري دغري طلعت أصابع الاتهام لإسرائيل. اليوم أي تفجير بيصير، أي فتنة على الطرقات بتصير، دغري بوجهه الاتهام لإسرائيل. لماذا هذه المرة لم توجه التهم لإسرائيل؟ أنا بتصور هيدي من الأمور اللي بتعزز الشكوك أكثر وأكثر. يعني مثل ما تفضلت وقلت أستاذ ربيع، أنه عادة أي حادث بيصير بلبنان، أي اغتيال، فورا توجه أصابع الاتهام لإسرائيل. اليوم بانفجار مرفأ بيروت يعني تفاجأنا أنه حزب الله اليوم برأ إسرائيل من هذا الموضوع، وقال السيد حسن نصر الله بأكثر من مقابلة أنه نحن ما عندنا معطيات بدل أنه إسرائيل قصفت المرفأ، لأنه إذا قصفته بدنا نرد بقصة أكبر من ما حصل بمرفأ بيروت، وقد يستهدف الرد مرفأ حيفا. هل هناك شيء ما يخشى منه حزب الله؟ هل هناك شيء ما قد يترتب على أي اتهام على لإسرائيل بهذا الموضوع؟ لأنه الشعب اللبناني اليوم بده يسأل إذا كانت بالفعل إسرائيل استهدفتنا ودمرت العاصمة وقتلت 250 شهيد وفي 7000 جريح وفي ما بعرف قديش منهم المشوهين ومعوقين، لا، هذا موضوع يرقى إلى مستوى الخيانة. مشان هيك اليوم أنا بقول أنه نعم في أطراف لبنانية حيدت إسرائيل، وهذا بيعزز الشكوك وبيعزز الخوف من أنه يكون فرضية استهداف إسرائيل للمرفأ ورد. طب اليوم بالذكرى يعني السنوية الثانية لهذا التفجير، أهل الضحايا بلشوا يطالبوا بلجنة تقصي حقائق دولية أو لجنة دولية أو محكمة دولية لهذه الجريمة. تعتقد يلي ما عم يعطينا يعني المعطيات الكافية لهذا التفجير قادر أنه يعطينا الحقيقة من فجر مرفأ بيروت؟ إطلاقا. يعني حتى بتشوف أستاذ ربيع الاهتمام الدولي بهذا الموضوع كتير بطيء، اهتمام الدول المعنية بهذا الموضوع كتير متراخي. يعني فرنسا اللي رحل عدد من الضحايا بهذا المرفأ شاركت بتحقيقات ميدانية، يعني بنعرف الخبراء الفرنسيين ضلوا تقريبا شي حوالي 17 يوم 18 يوم بالمرفأ، ولما غادروا أبلغوا المحقق العدلي القاضي فادي صوان السابق، قالوا له خلال شهرين التقرير الفني بيكون بمتناولك. نحن اليوم مضى سنتين وبعد ما سلموا لبنان التقرير الفني، شو السبب؟ هذا يثير علامات استفهام، يطرح علامات استفهام ويثير الريبة حول هذا الموضوع. أكثر من هيك، المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية أو لجنة تحقيق دولية أولا تتطلب مسألتين. المسألة الأولى أن تطلب الحكومة اللبنانية أو المجلس النيابي من المجتمع الدولي هذا الشيء، وهذا واضح أنه ما حتطلبه. المسألة الثانية، سيطلب من لبنان تمويل لجنة تحقيق أو لجنة تقصي حقائق، ولبنان سيتبرأ من هذا الموضوع. نحن بنعرف لأنه بالسياسي لا يريد، فكيف بموضوع الاقتصاد؟
عدا عن هيك يعني اليوم غير متاح انه المجلس الامن الدولي يتحرك تلقائيا مثل ما صار بقصة الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه ويشكل لجنة تحقيق دولية، لانه مثل ما قلت لك اولا هذا موضوع يرتب اعباء على المجتمع الدولي اللي ساكت عن اسرائيل اذا بالفعل هي لها علاقة، ويرتب مسؤولية على اسرائيل اذا ثبت تورطها بهذا الموضوع. وبالتالي انا اعتقد اليوم في تقاطع مصالح ما بين قوى سياسية لبنانية هي من ضمن المنظومة الحاكمة وما بين جزء من المجتمع الدولي لا يريد أن يصل إلى حقيقة ما حصل بانفجار مرفأ بيروت. الرهان المتبقي اليوم هو على القاضي طارق بيطار اللي نحن بنعرف اليوم اجتاز مسافة كتير كبيرة من التحقيقات، واللي إذا سمح له بتصور خلال شهرين أو ثلاثة بيكون أنهى كل شيء. أما إذا بدنا نبحث اليوم نحن بلجنة تقصي حقائق وهيدي مستبعدة أنه تتحقق، فيما لو بالفعل يعني نجحنا بهذا الموضوع هيدي قد تحتاج إلى سنوات لحتى تبلش تجمع معطيات وأدلة وفق ما يقتضي ظروف عملها. كما أنه هيدي يعني طبعا بدها تستجنب مروحة كبيرة من الأشخاص بلبنان وبالخارج، ونحن بنعرف اليوم أنه طاقم السفينة هني روس، وروسيا قبل بمرة رفضت تتعاون مع لبنان بهذا الموضوع، وبالتالي بظل الصراع الدولي والحرب الروسية اليوم على أوكرانيا والوقوف بين معسكري أوروبا والغرب بمواجهة روسيا ومواجهة روسيا والشرق بتصور الأمور معقدة إلى أبعد الحدود. لوين برأيك رح يتجه التحقيق، وهل حيعرف اللبنانيون حقيقة من فجر مرفأ بيروت؟ أنا بعتقد اليوم بالمدى المنظور لا، ما في أمل بمعرفة الحقيقة بالانفجار. في إرادة موجودة عند المحقق العدلي، هل تحصل اليوم بعض المعطيات أو بعض المتغيرات تسمح بإعادة إطلاق التحقيق مجددا؟ أنا بقول حتى الآن هذه الظروف غير متوفرة. الوضع الأقوى أو موازين القوى الأكثر ترجح نجاح المنظومة السياسية بتجميد التحقيق بعرقلة القضاء إلى أمد غير مسمى. هل نصل إلى مرحلة ينتفض القضاء فيها ويعيد يعني له دوره وهيبته بهذا الموضوع ويطلق يد القاضي بيطار؟ أنا بتصور يعني خلينا نشوف الأسابيع المقبلة هي بتشهد على ذلك، ولكن أنا متشائم إلى أبعد الحدود. طب بنهاية هذه الحلقة بدي من حضرتك تطلع بكاميرتك وتوجه رسالتين، رسالة إلى القضاء اللبناني ورسالة ثانية إلى القاضي طارق بيطار. أولا إلى القضاء اللبناني بقول أنه الرهان لا يزال موجود على القضاء. صحيح القضاء يعني ضعيف، القضاء مريض، القضاء ليس بخير، ولكن القضاء لا يزال موضع رهان الكثير من اللبنانيين، لأنه إذا سقط القضاء برمته سقط لبنان، ومن الصعوب اليوم أن نتحدث عن دولة بعد سقوط القضاء. لذلك أنا بعتقد أنه بعد في رهان على القضاء، في رهان على مجلس القضاء الأعلى، على رئيس هذا المجلس القاضي سهيل عبود ليقول كلمته في المرحلة المقبلة، لأن الصمت إلى أمد طويل يثير الريبة والشكوك. يجب أن يصرخ القضاء ويقول كلمته في هذا الموضوع. رسالة إلى القاضي طارق بيطار، أنا بقول له أنت حققت معجزة، حققت مفاجأة غير متوقعة. أنت أرهبت منظومة سياسية فاسدة ومتجذرة بالفساد إلى أبعد الحدود، قدرت تواجهها لوحدك وباللحم الحي. نحن بنقول لك أنه القضاء بحاجة لأمثالك، وأنت ممكن تكون اليوم نبراس أو أمثولي لكثير من القضاء الذين يفخر فيهم القضاء اللبناني. بنتمنى لك التوفيق وبنقول لك الله يحميك وخليك بهذه المواجهة إذا ما كانت المنظومة معك لك الشعب اللبناني كله معك. الصحافي المتخصص بالشؤون القضائية الأستاذ يوسف الدياب، شكرا جزيلا على هذه المقابلة. متابعينا الكرام، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تصبحون على ألف خير.